متابعينا الكرام، متابعي شوف ترند في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. قدام حضراتكم دول ثلاثه وصفهم القانون بانهم قتله، انهم قتلوا دون يعني حق، قتلوا طبيب. الاول اللي قاتل الاول هو طبيب، والقاتل الثاني هو غفير، والقاتله الثالثه المشتركه معهم هي محاميه. نتابع مع حضراتكم ونرصد التفاصيل في لحظه النطق بالحكم، لحظه النطق بالحكم لقضيه هزت مصر هي قضية طبيب الساحل، حيث متابعينا الكرام تصدر محكمة جنية القاهرة المنعقدة في العباسية برئاسة معالي المستشار عبد الغفار جدالله حكمها اليوم على المتهمين في قضية طبيب الساحل. جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهم، جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت من يعني بعد أن انتهت من نتابع مع حضراتكم لحظة الأولى للنطق بالحكم على قضية طبيب الساحل. هذه القضية التي هزت الرأي العام وصنعت نوع من أنواع يعني الحزن الشديد. نتابع. ينطلق القاضي كمان لحظات متابعينا الكرام، ينطلق القاضي في قول كلمته الفصل عن حالة المتهمين إلى فضيلة المفتي، ومن ثم يحدث بعدها أمر يعني النطق بالحكم. وهذه اللحظات الأولى نتابع. والله العظيم ما كنت، والله العظيم ما كنت، والله العظيم
ما كنت. انت اعترفت انت كده بتمثل. والله انت بتمثل. يلا بعد اذنك نتابع مع حضراتكم متابعينا الكرام هذه التفاصيل ونرصدها. إذ تم الحكم قبل قليل على المتهم الخاص به يعني المحكمة في حكمها حكمت بإعدام المتهم الأول والثاني وبمعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة. طبعا هذا الحكم يعتبر بمثابة انتصاراً للعدالة وتحقيقاً للقصاص الشرعي بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا الحكم أصبح الآن بمثابة عنوان الحقيقة. والجولة الأولى من هذه المحاكمة تم الانتهاء منها بصدور حكم جلسة اليوم. يتبقى لنا جولة أمام محكمة النقد في الطعون التي تتقدم بها المتهمين الثلاثة والنيابة العامة أيضا لعرض ملف أو قضية على محكمة النقد لتقول كلمتها في الحكم الصادر لجلسة اليوم. ليه مدتها شهرين يا فندم؟ هو الطعن بالنقض بيكون في خلال شهرين من تاريخ اسبوع. هل النيابة لها الحق تقدم طعن؟ النيابة العامة لها الحق في أن تتقدم بطعن على الحكم الصادر ضد المتهمة الثالثة والقاضي بالسجن المشدد ضدها. لتقول أيضا محكمة النقد رأيها في هذا الحكم. طيب من حق الطعن في مده قد ايه من الاعلان المطلوب الحكم؟ هو المواعيد المقرره للطعن بالنقد سواء من النيابه العامه او من المتهمين هو 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. ليه النهارده كانوا لابسين ابيض؟ الناس مش فاهمه. هم خلال الفتره اللي فاتت دي ما زالوا كانوا في مرحله الحبس الاحتياطي، وبالتالي طبقا للتعليمات والكتب الدوريه الخاصه بمراكز الاصلاح والتاهيل ان كل من لم يحكم عليه او محبوس على ذمه القضيه بيرتدي الملابس المدنيه. ولكن بالنسبه للمتهم الاول والثاني بدايه من اليوم بمجرد وصولهم الى محبسهم سيتم استبدال ملابسهم بالبدله الحمراء، والمتهمة الثالثة سترتدي ثوبا باللون الأزرق. لا من اليوم النهارده. حضرتك هو لا تعليق على الكلام. لسه في.